معنا في هذا اللقاء نبي كريم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله شعيب، وهو النبي العربي الثالث، لأنه كما قلنا في دروس ماضية أن الأنبياء العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شعيب عليه الصلاة والسلام بعث بعد نبي الله لوط، فكان قومه وهم مدين كما سنذكر بإذن الله عز وجل قريبون زمانا وقريبون مكانا وقريبون حتى في صفاتهم من قوم لوط، فأما زمانهم فكان بعد قوم لوط مباشرة، يعني مباشرة، يعني لم يكن فيما أعلم والله أعلم بين شعيب وبين لوط لم يكن نبي. ولذلك تجد في كثير من مواضع القرآن الكريم يذكر الله عز وجل قصة لوط ثم يتبعها بقصة مدين وقصة شعيب، فهذا من حيث الزمان. ومن حيث المكان أيضا، فإن قوم شعيب وهم مدين كانوا يسكنون في بلدة يقال لها معان، وهذه البلدة في بلاد الشام على الحدود المتاخمة مع أرض الحجاز، وكانت قريبة من قرى سدوم، قرى قوم لوط. إذن هذا القرب الزماني والقرب المكاني من بين قوم شعيب وهم مدين وبين قوم لوط وهم يعني من كان يسكن في قرى سدوم. وأيضا القرب حتى في الصفات، فقوم لوط كانوا قوما فجارا كفارا، كانوا سيئ الأخلاق، وكذلك قوم شعيب كما سنرى بعد قليل، كما قص الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم أيضا كانوا كفارا فجارا مجرمون يظلمون الناس بشتى أنواع الظلم، فكانوا أيضا قريبين في صفاتهم. وهذا الذي قال الله تبارك وتعالى: وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني ببعيد، قريبون في زمانهم ومكانهم وحتى يشبهونكم في صفاتكم السيئة. إذن قلنا بأن شعيب عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى مدين، هذا الرجل اسمه مدين وهو من ذرية نوح عليه السلام، وقيل هو من ذرية إبراهيم والعلم عند الله عز وجل، ولكن إذا قيل بأنه عربي لزم أن يكون من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. وسكنت هذه القبيلة التي تنتسب، قبيلة شعيب التي تنتسب لهذا الرجل مدين، سكنوا كما قلنا في هذه البلدة اسمها معان، فغلب اسم القبيلة على اسم البلدة، فأصبحت تسمى هذه البلدة أو هذه القرية بقرية مدين نسبة هذه القبيلة، وإلا هي اسمها في الأصل معان، ولكن غلب اسم القبيلة على اسم البلدة. وهذا كثير اليومنا، هذا تجد من بعض القرى غلب اسم القبيلة تسكنها على اسم البلدة، فأصبحت البلدة تسمى باسم هذه القبيلة. كانوا هؤلاء كما قلنا من الأمور التي أنكرها عليهم نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم يعبدون غير الله تبارك وتعالى، وكانوا يعبدون الأيكة، والمقصود بالأيكة الشجر، شجرة من الأشجار الملتفة في أغصانها، نوع من أنواع الشجر، لجهلهم يعبدونها ويتبركون بها وينذرون لها ويصرفون أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى، يصرفونها لهذه الشجرة. يعني كما أن الكفار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الأصنام، فهؤلاء يعبدون هذه الشجرة وهي الأيكة.
إذن هذا هو الأمر الأول الذي أخذه عليهم نبي الله شعيب، عبادتهم لهذه الشجرة من دون الله عز وجل. ثانيا مما أخذه عليهم هذا النبي الكريم أنهم كانوا يقطعون الطريق ويفسدون بين الناس، كانوا لا يسمحون، كانوا يقفون في طرقات الناس، في طرق أسفارهم وذهابهم ومجيئهم، ويمنعونهم طبعا بالإرهاب والتهديد والقتل والظلم، ولا يسمحون لأحد أن يجوز هذه المنطقة إلا بعد أن يأخذوا منه مالا. هذا ما يسمى بالعرف المعاصر بالضرائب أو المكوس أو الجمارك أو الإتاوات، كل هذه مصطلحات يعني سماها الناس عبر أزمانهم، وطبعا هذا لا يجوز أن يفعله الناس، خصوصا إذا لم يكن يعني ثمة حق لهم، كان يكون هناك حق لهم. طيب مثل ما يقع الآن مثلا في بعض الموانئ وبعض هذه الأماكن التي يكون يعني متعارف عليها دوليا، وهناك أعراف ومواثيق وحدود قد حدت، فهذا أمر آخر. لكن هكذا يأتي إنسان دون وجه حق ويقف في طريق، والأصل في هذه الطرق مشاع للناس، يقف ويحط له حاجز يقول ما طوف تدفع فلوس، ويرهب الناس. وهذا كان موجودا حتى في جزيرة العرب، بعض قطاع الطرق يفعلون هذا الأمر، يقطعون الطريق على القوافل في سيرهم ويؤذون الناس في ذهابهم ومجيئهم، بل بعضهم والعياذ بالله من فجوره وكفره كما وقع من القرامطة هؤلاء الباطنية. لحق المسلمون عباد الله الموحدين أذى عظيما منهم، وتوقف موسم الحج لسنوات، لأنهم كانوا يقطعون قوافل الحجيج. فالمقصود أن هذا الفعل لا شك أنه من الظلم. فهذا كان مما يأخذ عليهم نبيهم شعيب عليه السلام، أنهم كانوا يقطعون الطريق على الناس ويؤذونهم. الأمر الثالث، المصيبة الثالثة التي كانوا يفعلونها، قلنا الكفر، ثانيا يقطعون الطريق ويرهبون الناس ويؤذونهم، الثالث أنهم كانوا يطففون في الكيل والميزان. والتطفيف حرام بنص القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا والتطفيف المقصود به أن الإنسان إذا باع أحدا شيئا بالكير والميزان فإنه يأخذ زيادة عن طريق الغش والخداع، وإذا اشترى من الناس فإنه ينقصهم، وهذا عن طريق أيضا الغش والخداع، مثل ما يفعله بعض الناس مثلا في القديم، إذا وزن شيئا يضع أثقالا أسفل هذه يعني راحة الميزان، يضع ثقلا لا يراه المشتري فيزيد من سلعته فيبيعه بزيادة، وإذا اشترى منهم اشترى بنقصان، يبخسون الناس أشياءهم كما قال الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في شرعنا الحنيف وشرعنا الكامل: لا يأمر إلا بكل خير ولا ينهى إلا عن شر، حث المسلم في بيعه وشرائه وتعامله أن يكون سمحا. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قاضى، سمحا إذا اقتضى. السماحة في البيع مطلوبة. تجد من الناس الآن من يكون خلقه على خلاف هذا الأمر تماما، ربما يكون من المصلين، ربما يكون ممن يقرأ القرآن ويتلون، في صلاح في نفسه، ولكن إذا دخل إلى متجره أو تعامل مع الناس بالدرهم والدينار تغير تماما، وهذا ليس بخلق المسلم، بل المسلم لابد أن يكون سمحا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر عليه الصلاة والسلام، كان يتاجر قبل بعثته، وكان شريكا للسائب ابن أبي السائب، فما نقم على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط في تعامله،
وهذا الذي يجب على من أراد أن يبيع أو أن يشتري، مو شرط يكون تاجر يعني، حتى في البيع والشراء الإنسان معرض، يعني البيع والشراء مستحيل أن ينفك عنه الإنسان، مستحيل. كيف سيشتري طعامه وشرابه وملبسه؟ كيف يحصل عليه إلا بالشراء، بالبيع والشراء. إذن البيع والشراء ليس قاصرا على التجار فقط، يعني التجار ربما يكون هذا أمر أوسع عندهم، لأن هذا هو باب رزقهم، باب رزقهم، بخلاف الموظف مثلا أو غيره. لكن أيضا حتى كل إنسان لابد أن يتعرض للبيع والشراء، لابد. وهذا من رحمة الله بنا أن أباح لنا البيع والشراء، فلابد أن يتقي الله الإنسان في بيعه وشرائه، أن لا يبخس الآخرين حقوقهم. يعني تعلم أنت مثلا تشتري سلعة معينة، تعلم أن هذه السلعة مثلا تساوي 100 دينار، لماذا تجادل؟ بعض الناس يجادل، هين المجادلة والمماكسة، هذا أمر لا حرج فيه والشرع لم يحرمه، نسمي احنا في العرف المكاسر، ليس حراما بحدود، لكن لا يسوغ هذا الأمر المماكسة بينك وبين البائع أن تبخسه حقه. تقول لا أخذ منك 10، أخذ منك 20 مثلا، 100، وانت عارف تسوى هذه. ولذلك هناك باب في البيوع اسمه باب الخيار، جعل الشرع الحنيف الخيار في إمضاء البيع أو في فسخه لأحد المتبايعين إذا وقع عليه الغبن أو التدليس أو الغش، هذا بيع غير تام. من وقع عليه الغش له أن يفسخ البيع. فالمقصود حتى لا نذهب بعيدا، لكن هذا له علاقة فيما نذكره الآن، ونذكر مرارا وتكرارا هذه القصص، نذكرها من باب العظة والعبرة وأخذ الحكم والدروس لينتفع بها الإنسان. فهؤلاء كانوا من سماتهم الذميمة أنهم كانوا يطففون في الكيل والميزان. في هذه الأجواء المعتمة من الكفر والظلم وبخس حق الآخرين، لا يكادون أن يعرفوا معروفا ولا أن ينكروا منكرا، بعث الله عز وجل هذا النبي الكريم شعيبا عليه الصلاة والسلام. ومما تميز به شعيب عليه الصلاة والسلام فصاحة اللسان، كان فصيحا بليغا صلوات الله وسلامه عليه، حتى لقب بخطيب الأنبياء. إذن لو سئلت من خطيب الأنبياء فقل شعيب، والجائزة أعطيها لأن أنا علمتك. إذا قيل لك من خطيب الأنبياء فقل من شعيب عليه الصلاة والسلام، فهو مما فتح الله عليه بطلاقة اللسان والبلاغة في البيان. وهذا أيها الإخوة، هذه منة من الله عز وجل، أن يرزق الإنسان قوة في الإفصاح والبيان. ولذلك جاء في الحديث وإن من البيان لسحرا، معنى ذلك والله أعلم أنه كما أن الساحر بسحره من الممكن أن يقلب الباطل حقا والحق باطلا، يلبس على الناس بسحره، كذلك صاحب البيان والفصاحة. وهذا موجود، تجد من الناس الآن تدري إن مبطل، تدري إن إنسان باطل، صاحب باطل، ولكن يعني إذا جلس معك يكاد أن يقنعك بأنه مظلوم، مع أنك تعلم أنه ظالم، لكن لقوة بيانه وحجته وفصاحته. فهذا أمر محمود متى؟ إذا استخدم فيما ينفع، إذا استخدم في دعوة الناس وفي البيان لهم وفي إرشادهم، هذا أمر محمود. أما إذا استخدم لأخذ أموال الناس بالباطل أو لقلب الحقائق وقلب الباطل حقا، فهذا لا شك أنه مذموم. المقصود أن الله تبارك وتعالى آتاه
بيانا وقوة وفصاحة حتى كما أسلفت لكم كان يلقب بخطيب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الله عز وجل قصته في أكثر من موضع من القرآن الكريم، ومن أوسع المواضع التي ذكرها الله تبارك وتعالى فيها في موضعين اثنين، في سورة الأعراف وفي سورة هود. فيقول الله عز وجل في سورة هود بعد أن ذكر قصته بعد قوم لوط، قال الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبة، وإلى مدين أخاهم شعيبة. ذكر في هذا الموضع ذكره بوصف الأخ لهم، وإلى مدين أخاهم شعيب، بينما في آية أخرى كما قال الله تبارك وتعالى: كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب. وهنا حقيقة يعني لطيفة ذكرها ابن كثير رحمه الله، لأن هذه أشكلت على بعض أهل العلم، حتى إن بعضهم قالوا أصحاب مدين يختلفون عن أصحاب الأيكة، قالوا بدليل أن الله عز وجل وصف شعيب أنه أخ لأصحاب مدين، بينما لم يصفه بالأخوة بالنسبة لأصحاب الأيكة. قال ابن كثير: وهذا غلط، قال أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة. قال: أما هذا الاختلاف فلكل مقام ما يناسبه. شوف سبحان الله من فقه العميق عليه رحمة الله، يقول: فعندما ذكر الله تبارك وتعالى قوم مدين باعتبار النسب جاء بوصف الأخوة، وإلى مدين أخاهم شعيبا، لأن ذكرهم بوصف النسب ينتسبون إلى مدين، وقلنا مدين هو رجل وشعيب منهم. قال: أما عندما ذكرهم الله عز وجل في مقام العبادة أنهم يعبدون الأيكة، فهنا لا يناسب أن يذكر الله تبارك وتعالى شعيبا أو أن يصفه بوصف الأخوة، إذ أن أخوة الدين تتقطع عند اختلاف الديانات، وأخوة الدين هي التي تكون أقوى من أخوة النسب. فقال تبارك وتعالى: كذب أصحاب ليكة، إذن وصفهم لعبادتهم، فالمقام مقام العبادة هنا. كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يقل أخوهم، ليس بأخ لهم في الدين، إنما هو عدو لهم عليه الصلاة والسلام، وهم أعداء له. إذن هذا يعني كما يقال حتى يعني تتضح الصورة أكثر ويتضح المعنى أكثر من كلام الله عز وجل. فقال الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قلنا مرارا وتكرارا هذه دعوة جميع الرسل، يدعون قومهم لعبادة الله عز وجل، أن يعبدوا الله، أن يوحدوا الله، أن يفردوا الله بالعبادة، أن لا يصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله. قال لهم: ولا تنقصوا. إذن نقم عليهم الأمر الأول وهو عبادتهم غير الله تبارك وتعالى، فقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم قال لهم: ولا تنقصوا المكيال والميزان. ولا تنقصوا المكيال والميزان، أيضا قال في آية الأعراف قال: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا. يعني هذا أيضا مما أنكر، كما قلنا لكم يقطعون الطريق ويغررون بعباد الله عز وجل المؤمنين، يحاولون بشتى الطرق أن يعيدوهم من آمن، لأن هناك من قوم مدين من آمن بدعوة شعيب عليه الصلاة والسلام، والأكثر لم يؤمنوا. فكان هؤلاء الكبراء الكفرة يحاولون بمكر الليل والنهار أن يثنوا المؤمنين عن هذه العبادة، وأن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر بالله العظيم، وإلى عبادة هذه الشجر، هذه الأيكة. قال الله تبارك وتعالى كما وصف الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين:
قال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، كما قلنا يقطعون الطريق. ثم قال لهم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله يعني ما تحصلونه من الربح القليل في تجارتكم من البيع والشراء التي هي حلال أحله الله تبارك وتعالى وأباحها لكم، خير لكم وأكثر بركة وخيرية من الأموال التي تحصلوها وإن كانت كثيرة ولكنها عن طريق الحرام كالربا والمكوس والتطفيف في الكيل والميزان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عاقبة الربا إلى زوال أو إلى محق وإن قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالمال الكثير إن كان من حرام فإن الله عز وجل يمحقه ولا يبارك فيه. وهذا الذي حقيقة تجده عند بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عنده أموال كما يقال تغطي الشمس، أموال كثيرة وأرباح طائلة، بل بعضهم لا يعلم كم رصيده بالضبط إلى هذه الدرجة. نعم، ولكنه دائما يرى الفقر بين عينيه، دائما يخاف الفقر ويخاف دائرة الأيام كما يقال. وهذا حقيقة يعني علامة سوء. طبعا كما أقول عندما أذكر مثل هذه الأمثلة، أقول لا يؤخذ هذا على سبيل الديمومة، يعني هذا لا يعني ذلك أن كل غني يكون بهذه الصورة، لا، لكن نقول من الناس من يكون وسع الله عليه من فضله ومن رزقه ومع ذلك يرى فقره بين عينيه ولا يبارك الله تبارك وتعالى في هذه الأموال، بل تجد سبحان الله أنا دائما يعني تبدد يمنة ويسرة ولم يتنعم بها ولم يستمتع بها، لأن الله تبارك وتعالى قد محقها. لماذا؟ لأنه ما اكتسبها من حلال، إنما اكتسبها من حرام. يعني يذكر سبحان الله في من ورع السلف، لأن بعض الناس يظن أن السلف كانوا هكذا بطالين عالة، كانوا شحاذا، لا، كانوا يبيعون ويشترون ويتاجرون على ما فيه من الطاعة والعبادة والورع رحمة الله عليهم. فكان أحدهم يبيع، يعني يتاجر في الخز يعني الحرير. فكان في دكانه يوما جالسا، وكان عنده مجموعة من تلامذته، فجاء مشتري ليشتري، فطلب منه هذا الثوب، فأخذه هذا الإمام وفرده أمامه ليرى هذا المشتري. فعندما فرده قال أحد التلامذة: سبحان الله، فما كان من هذا الإمام إلا أن طوى ثوبه وقال: والله لا أبيعك. قال: لماذا؟ قال: خلاص لا أبيعك، انتهى. فعندما قام قال لهذا التلميذ قال: ألم يصلح التسبيح إلا ها هنا؟ يعني الآن خلاص اقفلت فيك، ما تسبح إلا الحين؟ طيب واحد يقول: وإذا سبح وش يضر؟ لا، هو نظر إلى أبعد من هذا، نظر أن هذا التسبيح من هذا الرجل فيه تغرير بالمشتري. واضح الصورة؟ يعني عندما قال سبحان الله، يعني كأن الثوب ما أجمله وما أجوده، فربما هذه الكلمة تغرر بالمشتري. وبعضنا وللأسف كما يقول أحد الدعاء يأتي بشخص بالأجرة عشان يقول سبحان الله ليحرج على بضاعته. فلذلك هكذا كانوا يبيعون يشترون يتاجرون يضاربون، ولكنهم لا يبيعون دينهم، لا يبيعون دينهم مع الله تبارك وتعالى، ويتاجرون قبل ذلك مع الله سبحانه وتعالى. إذن قال لهم: بقية الله خير لكم
الربح القليل المبارك أفضل من الكثير المحرم. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ شوف سبحان الله، قالوا هذا الكلام على سبيل التهكم وسبيل الاستهزاء والسخرية. قالوا: يا شعيب، الآن صلاتك وعبادتك تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، يعني أن نعبد لهذه الأيكة، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أن نرابي، أن نأخذ المكوس والضرائب، أن نطفف الكيل والميزان. قالوا: إنك لأنت الحليم الرشيد، كيف تنهانا عن هذه الأمور؟ قال شعيب عليه الصلاة والسلام: قال يا قومي، شوف كيف يتلطف مع قومه، قال يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رزقا حسنا، هذا الرزق الحسن قال أهل العلم النبوة والرسالة، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أعوذ بالله أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أن أمركم بالتوحيد وأنا أقع في خلافه، أو أن آمركم بأكل الحلال وأنا أكل الحرام، أو أن آمركم بأن تعدلوا بين الناس وأنا أظلمهم، هذا معنى أن أخالفكم، وهذه حقيقة، هذا أمر مهم جدا يكون على عاتق القدوة أيا كان، أبا، أما، مربيا، معلما، وزيرا، مديرا، شيخا، طالب علم، أيا كان شخص في مقام القدوة، فإنه لا بد أن يجتهد في أن لا تخالف أفعاله أقواله قدر استطاعته. ليس معنى هذا أنه ما يعصي، هذا أمر محال، ولكن فرق بين الذي تغلبه نفسه وهو يجاهدها فتغلبه تارة فيقع ثم يستغفر، وبين الذي بطل المعصية والمخالفة. واضح الفرق؟ هذه مسألة مهمة. يدعو الإنسان الناس إلى، يعني يقول التزموا بكذا، لا تفعلوا بكذا، ويذكر طبعا لهم أن هذا هو شرع الله عز وجل، ثم ربما تزل قدمه ويقع. لا يعني ذلك أنه منافق كما يظن بعض الناس، لأن الخطأ متوقع، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال لو 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 أن المسلم، معنى كلامه يعني، لو أن المسلم لا يدعو لشيء إلا بعد أن يطبقه، أو لا ينهى عن شيء إلا بعد أن يجتنبه تماما، قال إذن لن يدعو أحد إلى معروف ولن ينهى أحد عن منكر. معي خلوه معي، لأن الإنسان معنى هذا الكلام أنه معصوم، والإنسان يبي معصوم. فرق، لابد أن تنتبه لهذا الفرق، فرق بين أن يدعوهم وأن ينهاهم وهو معاهد الله عز وجل أن يكون هو أول المطبقين، ثم تضعف نفسه فيقع فيتوب. هذا هو حال المؤمن. أما حال الفاجر أو المنافق أو علماء السوء كما هم علماء بني إسرائيل، أنهم قد بطنوا ووطنوا أنفسهم على المخالفة، هذا هو الفرق، هذا هو عالم السوء، أو هذا هو المنافق، من صفات المنافقين التي استعاذ منها شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ثم قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أبذل وسعي، لأننا لن نصلح الكون، والناس يعني ليس عليك هداهم، أنت تبشر، تبلغ، تنذر، وربما يكون من أقرب الأقربين في زوجتك وأبنائك وفي أمك وأبيك وأخيك وأختك وجارك، قد يكون في أقرب المقرب، ولكنك لا تستطيع، لا تملك لهم الهداية، إنما عليك البلاغ. فلا تنظر إلى النتائج أبداً أبداً، علينا البلاغ. اهتدى واحد، اهتدى مليار، ليس عليك هداهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا النبي الكريم المؤيد من السماء يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أبذل استطاعتي ووسعي، والهداية بيد الله تبارك وتعالى.
وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. تذكروه قبل زمان يسير كيف أهلكهم الله ودمرهم الله وعذبهم عذابا عظيما، جعل عاليها سافلها. هم قريبون في الزمان وقريبون في المكان، فاتعظوا اعتبروا اتقوا الله. فأنذرهم وبذل وسعه عليه الصلاة والسلام، وأعذر إلى ربه عليه الصلاة والسلام، وأقام الحجة عليهم، ولكنهم أصروا وأبوا إلا أن يركبوا هذا المركب الوعر الصعب الذي سيوردهم بعد ذلك موارد الهلاك والغضب من الله تبارك وتعالى. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يعني بيّن لهم الطريقة المثلى في عودتهم إلى الله تبارك وتعالى. ماذا قالوا؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. الله أكبر، شوف الافتراء، شوف الكذب، انظر إلى هذا الافتراء والكذب. شعيب عليه الصلاة والسلام الذي هو خطيب الأنبياء في فصاحته يقولون ما نفقه، ما احنا فاهمين. قالوا هذا عسى بإيش؟ الكبر والعنت. وهذا أيضا يفعله بعض الناس، يعني يتغابه ويفهم وفاهم، يعرف أن هذا حرام، ويعلم أن هذا أمر واجب، ويعلم أن هذه بدعة، يعلم ولا ينقصه العلم، ولكن يتغابى ويظن أن بهذا التغابي لن يحاسبه الله تبارك وتعالى. الحجة قد أقيمت عليه ولا ينفعه أن يقول ما أدري ما المقصود، ويفهم وهو فاهم، هذا أقيمت عليه الحجة. فهنا هؤلاء لم ينفعهم قولهم عن شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. كيف ويكلمكم بكلام تفهمونه، كيف تقول ما نفهم ما نفقه؟ وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال ابن عباس وغيره قالوا كانوا كفيف البصر أو ضعيف البصر، فوصفوه بالضعف. ثم قالوا له ولولا رهطك، ولولا أنك ابن حمولة وراك عزوة وراك يعني مجموعة تدافع عنك، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال لهم هذا النبي الكريم وهو لا يزال يتلطف معهم، قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية؟ تفكروا وتدبروا في قولكم. رهطي الآن أبناء عمومتي وهؤلاء بشر مثلكم، تخافونهم أكثر من خيفتكم من الله جبار السماوات والأرض، وقد فعلتم ما فعلتم في جنبه سبحانه وتعالى. يعني يعظهم ويذكرهم بالله تبارك وتعالى. عندها قال الملأ له كما ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. خلاص الآن خيارين، إما نفي وطرد من قريتنا كما قال قوم لوط، ما أشبه الليلة بالبارحة سبحان الله، كما قال الله عز وجل أتواصوا به، كأن كل قوم يوصي القوم الذي يأتي بعدهم كيف يتعاملون مع أنبيائهم. كذلك قال قوم لوط أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فكذلك هنا قالوا لشعيب عليه الصلاة والسلام، قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال ولو كنا كارهين. قال شوف كلام، لا تطول الكلام ويانا، لك واحدة من الثنتين، إما أن تخرج من قريتنا أن نطردك أنت ومن معك من المؤمنين المستضعفين، وإما أن تعودوا في ملتنا في عبادة الأصنام. طبعا قولهم أو تعود أو لتعودن في ملتنا قد يفهم أو قد يقذف الشيطان في نفوس بعض المسلمين أن المقصود أن شعيبا كان كافرا، وحاشاه،
عليه الصلاة والسلام. قال أو تعودن يعني كان قبل كافرا. قال أهل العلم لا، المقصود بهذه الآية قوم شعيب من المؤمن وليس شعيب، وإلا لم يكن نبي كافرا بالله العظيم قط حتى قبل الرسالة، فإن الله عصم أنبياءه ورسله من ذلك. قال شعيب أولو كنا كارهين، يعني لن نرجع، لن يعود هؤلاء المؤمنون الذين معي آمنوا برسالتي إلى ما أنتم عليه من عبادة الأيكة إلا بالإكراه، أما اختيارا فلا، إنهم قد ذاقوا حلاوة الإيمان وخالطت بشاشة الإيمان، أو خالطت حلاوة الإيمان بشاشة القلوب. قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء ربنا، إلى آخر الآيات. ثم قال شعيب عليه الصلاة والسلام بعد أن جوبه بهذا الصدود وبهذا العناد وبهذا القهر من قومه وعتوا واستكبروا استكبارا، دعا الله عز وجل فقال على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. دعا شعيب ربه تبارك وتعالى، فجاء انتقام الله تبارك وتعالى من قوم شعيب انتقاما فظيعا مروعا، وهكذا كما نقول مرارا وتكرارا، إن الله عز وجل إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى، لا يعذب عذابه أحد. نعم هو أرحم الراحمين، هو غفور رحيم، ولكنه شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فهو غفور رحيم ولكنه في نفس الوقت شديد العقاب والعذاب سبحانه وتعالى. فماذا حل بهم؟ ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في كلام جميل يبين كيف أن الله تبارك وتعالى قد أهلك قوم شعيب بثلاثة أنواع من صنوف العذاب. لم يهلكهم الله تبارك وتعالى بعذاب واحد، إنما أهلكهم بثلاثة أنواع من العذاب. أهلكهم الله عز وجل بالرجفة، والرجفة هي زلزلة شديدة، ولأن تجد الزلازل لو استمرت لثوان معدودة وكانت ستة أو سبعة أو ثمانية على مقياس ريختر كما يقولون الجيولوجيون يكون مدمر، فكيف إذا كان أعظم من ذلك؟ وكيف إذا استمر لوقت طويل؟ هو لثوان معدودة وزلزلة شديدة بسيطة عابرة تخلف خلفها ألوف القتلى وألوف، بل ربما مئات الألوف من الجرحى ومن الخسائر المادية ما لا يعد ولا يحصى. فقط زلزلة بسيطة في طبقات الأرض، انزلاقات كما يقال، والذي سببها هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فأخذهم الله عز وجل بالرجفة، زلزلة من تحت أقدامهم، وأخذهم الله عز وجل بالصيحة، صاعقة أو صيحة من السماء جاءتهم، وأخذهم الله عز وجل بيوم الظلة. ما معنى يوم الظلة؟ عندما قالوا هذا الكلام ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، قال ابن كثير رحمه الله ذكروا أنهم أصابهم حر شديد أتى عليهم، جعل الله عز وجل الأجواء في مدينتهم حارة لا تطاق. وطبعا في السابق، ليس الآن وما يفر الناس إلى البيوت فالتكييف بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ولكن في السابق لم يكن ثم شيء. ثم أسكن الله هبوب الهواء عنهم، تخيل ما في هواء، حر وما في هواء، لأنه ممكن يكون فيه هواء فالواحد يجلس مثلا تحت الذارة أو تحت الظلال يأتيه يعني شيء من الهواء، ممكن كما يفعل الآباء والأجداد رحمة الله عليهم في السابق، كيف كانوا ما في بيوت، طين في الكويت يعني وفي غيرها من بلاد نجد مثلا طين، فيبل أحدهم ثوبه إزاره بالماء ثم يضعه على وجهه ليتبرد. هم في زمانهم كما قلنا الله تبارك وتعالى
جعل الأجواء حارة، أصابهم حر شديد من الشمس من الرمضاء، ثم أمسك الرياح عنهم. فلك أن تتخيل كيف كان هذا الوقت. وذلك لسبعة أيام بلياليها، فعاش الناس في ضنك وفي حرج وفي ضيق من العيش ما الله به عليم. بعد ذلك، بعد هذا الوقت الذي كان لا ينفعهم ماء ولا ظل، ما في هواء والحر شديد من الشمس والرمضاء، كان بعضهم يدخل إلى الأسراب وتحت ظل الأشجار وفي بيوتهم أيضا، كل ذلك لم يغني عنهم شيئا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حتى أجمعوا على الخروج إلى البرية، وخرجوا إلى البرية إلى البر. وفي أثناء خروجهم إلى البر بعد سبعة أيام من هذه الأوضاع الصعبة، أظلتهم سحابة، هذا هو يوم الظلة، أظلتهم سحابة. عندما رأوا هذا الظل من الشمس استظلوا وآنسوا منها خيرا، ثم كما قال ابن كثير رحمه الله: أرسلها الله ترميهم بشرر وشهب. هذه السحابة التي استظلوا تحتها وآنسوا ظلها واغتروا به، جعلها الله عز وجل مصدرا للعذاب، ترسل عليهم الشهب وترميهم بالشرر فأحرقتهم. ثم بعد ذلك قال ابن كثير رحمه الله: قال: ورجفت بهم الأرض رجفة شديدة، ثم جاءتهم صيحة من السماء. إذن يوم الظلة أرسل الله عليهم هذه الغمامة شهبا ترميهم، ثم أخذتهم رجفة شديدة من الأرض، زلزلة عظيمة، ثم بعد ذلك جاءتهم صيحة عظيمة من السماء. قال: فأزهقت الأرواح وخربت الأشباح. قال: فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. قال ابن كثير أيضا رحمه الله كلاما جميلا خلاصته: ما الحكمة في كون الله تبارك وتعالى قد سلط عليهم أو أخذهم بهذه الصنوف من العذاب، وقد ذكر الله عز وجل كل صنف في صورة مستقلة في موضع من مواضع القرآن الكريم؟ يعني مثلا ذكرت قصتهم في سورة الأعراف، فذكر الله عز وجل أنه أخذتهم رجفة، ثم ذكر الله عز وجل قصتهم في سورة هود، فذكر الله عز وجل أنه أخذتهم الصيحة، ثم ذكر الله عز وجل قصتهم في الشعراء، سورة الشعراء، فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة. ما المناسبة؟ ذكر ابن كثير مناسبة هذه الصور، صور العذاب في كل موضع من موضع القرآن، فقال عليه رحمة الله: قال في سورة الأعراف عندما ذكر الله عز وجل أنه أخذتهم كما قال سبحانه: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، قال: لأنهم في هذه السورة في سياق الآيات التي ذكرت قصتهم كانوا يرجفون في المدينة، بمعنى أنهم كانوا يحاولون أن يشككوا وأن يردوا المؤمنين إلى ما كانوا عليه من الكفر، فهذا هو الإرجاف في المدينة في الأقوال والأفعال، فكان الله عز وجل عاقبهم أو ذكر هنا الرجفة، فكما أنهم أرجفوا في المدينة فأخذهم الله بالرجفة بالزلزل من تحت أقدامهم. أما في سورة هود قال الله عز وجل في سورة هود أنه أخذهم سبحانه وتعالى بالصيحة لأنهم رفعوا أصواتهم وصاحوا على نبي الله شعيب بقولهم: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فرفعوا أصواتهم وأخذوه بالصياح، فأخذهم الله عز وجل بالصيحة من السماء، فإن الجزاء من جنس العمل. أما عذاب يوم الظلة فقال ابن كثير ذكر هذا، يعني صفة العذاب يوم الظلة ذكره الله عز وجل في سورة الشعراء، لأنهم ماذا قالوا سبحان الله؟ طلبوا من شعيب أن يأتيهم
من باب التهكم والاستهزاء والتحدي أن يأتيهم بعذاب من السماء، فأتاهم الله بهذا العذاب من السماء. قال الله عز وجل على لسانهم: قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، فأتنا وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون، إلى أن قال الله عز وجل بعد ذلك: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إذن في كل صورة لها مناسبة، من صور العذاب لها مناسبة على جرم فعلوه مع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بعد أن أهلكهم الله عز وجل كما قلنا أمطرهم بالشهب من هذه الغمامة، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأتاهم بصيحة من السماء، أصبحوا كما قال الله تبارك وتعالى: فأصبحوا في دارهم جاثمين، جثث متناثرة لا أرواح فيها، وجعلهم الله عز وجل عبرة للمعتبرين. قال الله عز وجل على لسان شعيب عليه الصلاة والسلام أنه رآهم هذه الجثث الهامدة وقد أنجاه الله ومن معه من المؤمنين، قال كالموبخ لهم، قال فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ نصحتكم، بينت لكم، أمرتكم، نهيتكم، حذرتكم، رغبتكم، رهبتكم، ولكنه لم تستمعوا لكلامي، فأنجى الله تبارك وتعالى هذا النبي الكريم ومعه من المؤمنين. وكان هذا آخر ما يعني ذكر من أخبار هذا النبي الكريم شعيب مع قصته قوم مدين، والعلم عند الله عز وجل. ومما يذكر هنا أيضا أن شعيب هذا النبي الكريم ليس هو شعيب الذي تزوج ابنته موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عز وجل في سورة القصص، ونذكر إن شاء الله تعالى عندما يأتي الكلام عن قصة موسى بعض الناس يخلط، يقول شعيب المذكور في قصة موسى الذي تزوج ابنته موسى يقول هو شعيب النبي، هذا ليس بصحيح، بل بين شعيب النبي وبين موسى يعني مفاوز وسنوات ربما تصل إلى آلاف السنين الله أعلم بها، فليس هو شعيب النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا هو آخر يعني ما جاء ذكر هذا النبي الكريم، ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى في درس الغد.